يقول أحدهم: بعد يوم طويل وشاق من العمل، وضعت أمي الطعام أمام أبي على الطاولة، وكان معه خبز محمص، لكن الخبز كان محروقاً تماماً. فمد أبي يده إلى قطعة الخبز وابتسم لوالدتي وسألني كيف كان يومي في المدرسة. لا أتذكر بماذا أجبته، لكنني أتذكر أني رأيته يدهن قطعة الخبز بالزبدة والمربى ويأكلها كلها. عندما نهضت عن طاولة الطعام، سمعت أمي تعتذر لأبي عن حرقها للخبز وهي تحمصه. ولن أنسى رد أبي على اعتذار أمي: حبيبتي، لا تكترثي بذلك، أنا أحب أحياناً أن آكل الخبز محمصاً زيادة عن اللزوم وأن يكون به طعم الاحتراق. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، عندما ذهبت لأقبل والدي قبل النوم، سألته إن كان حقاً يحب أن يتناول الخبز أحياناً محمصاً إلى درجة الاحتراق، فضمني إلى صدره وقال لي: يا بني، أمك اليوم كان لديها عمل شاق وقد أصابها التعب والإرهاق، إن قطعة من الخبز المحمص زيادة عن اللزوم أو حتى محترقة لن تضر حتى الموت. الحياة مليئة بالأشياء الناقصة، وليس هناك شخص كامل لا عيب فيه. علينا أن نتعلم كيف نقبل النقص في بعض الأمور وأن نتقبل عيوب الآخرين، وهذا من أهم الأمور في بناء العلاقات وجعلها قوية مستديمة. خبز محمص ومحروق قليلا لا يجب أن يكسر قلبا جميلا.